دكتور جيهان، طبعا كلام حضرتك سليم وعلمي 100%، بس تعالي بقى نتكلم على ارض الواقع. احنا كمصريين بعادتنا الغذائيه بمختلف الطبقات، وبالذات في شهر رمضان الكريم، بنصوم طول النهار، وممكن يكون حتى وجبات الفطار بسيطه، مش يعني ما فيهاش حاجات يعني فيها اسراف، ولكن طريقتنا في التغذيه من الفطار لحد ميعاد السحور تبقى غلط. بنرمرم، بنشرب شاي بسكر كتير، ممكن بناكل كربوهيدرات ونشويات كتير. فاحنا عاوزين برضو من غير ما نقول نبطل، مثلا حد زي القهوه والشاي اللي بيشربهم بيبقى صعب يبطلهم. لا انا احنا مش عايزين نبطل، احنا بنقول بس اللي هو متعود الصبح، يعني عاوزين حاجه اللي هو يقدر الانسان هيعمل يعملها بعد الفطار، لو ما خسش ما يزيدش. بالظبط كده، يثبت حتى. طيب احنا اول حاجه بنعملها، احنا بنقول عايزين نشرب حاجه سخنه او شوربه. نصيحتنا في الشوربه انها ما تكونش لسان عصفور ونشويات. عندي شوربه طماطم، عندي شوربه بصل، عندي شوربه عدس، عندي شوربه خضار. ليه؟ لان دي نشويات برضو. يعني انا في الاخر انا باخد الشوربه ليه؟ حاجه دافيه عشان المعده صايمه طول النهار، وفي نفس الوقت بدي لنفسي وحدات حراريه قليله. فالخضار، شوربه الخضار مش لسان عصفور، دي اول حاجه. تاني حاجه انا عايز اخد بلح، ماشي، مع لبن منقوع مش عليه سكر. هو نفسه مسكر، هو فيه سكر العصاير والقمر الدين والسكريات العاليه، الكوبايه دي فيها يجي 400 500 وحده، بلاش. يعني دي اول حاجه لازم نعملها. انا عندي حاجات قدامي عاجبني، الحاجات اللي اتعملت في الاكل النهارده اوزعها على اليوم. بمعنى انا اخدت الشوربه بتاعتي وشويه خضار والبروتينات الاساسيه اللي معموله بطريقه صحيحه. يعني احنا ايه، مش عايزين نزعل الناس ونقول ايه انتوا بتتكلموا كده علشان الزيت غلي. لا والله، ده الحمد لله ان الزيت غلي عشان بقى نبطل نقلي. طب احنا عشان بعيد يا دكتوره، ده احنا من يومين كان اليوم العالمي للسمنه. تمام، يعني مش مساله زيت ولا بتاع، احنا بنحافظ على صحتنا في الاول وفي الاخر. اليوم العالمي للسمنه، نقدر نقول ايه التوصيات، اهم التوصيات، وحضرتك متابعه طبعا، احنا فين من السمنه، نسب السمنه عندنا قد ايه، وايه المعيار اللي بيه ابتدي اقول ان الشخص ده سمين او لا؟ مش بالنظر، وعشان ده الكلام ده مهم بالنسبه للاطفال. الامهات بتيجي بعد الطفل ما يكون زايد 10 كيلو. لازم في الفتره الاولانيه من حياه الطفل، مش بالنظر، بالمتابعه الوزن والطول، اللي هو الان بودي. لا مش الان بودي، الوزن والطول العادي. الوزن العادي الاطفال دول بيتحطوا على دكتور الاطفال، وانا رايحه له صح مع المراكز الصحه الاوليه عشان الحق الطفل وهو في مرحله زياده الوزن. احنا وضعنا في مصر ايه؟ احنا وضعنا في مصر 40% سمنه و30% عندهم زياده في الوزن. يعني في 70% عندنا في مصر 40% سمنه و30% زياده في الوزن، مرشحين للسمنه. ما دام دخلتي في زياده في الوزن، لو ما حصلش تدخلات غذائيه انا داخل على السمنه. اطفالنا فين بقى؟ من 6 ل 12 سنه 16% افريج. افريج ده يعني ايه؟ يعني في محافظات فيها 30% زي القاهره مثلا. احنا بقى بنعول يا دكتور على وعي الام. النهارده الناس صايمه، واطفال بيبتدوا يصوموا مثلا من 16 سنه ولا اقل، وتيجي تقولي له سمنه وبتاع هينهار. لا لا، لازم ياكل ويشبع يا فندم. احنا الام هي بقى وزيره يعني مش زي ما احنا اتفقنا، وزيره الصحه بتاعت الشوربه، البروتينات اللي هي بتاعت الوجبه. يعني الشوربه مش لازم تبقى لسان عصفور ونشويات يا جماعه، يا ريت يعني. يا ريت نخش بقى في خطح الخضار وافكار الستات في موجوده في اي مكان. اهو شيف محمود سعد بدا واي حاجه بتقدر فيها خضار، حاجات فيها خضروات، بروتينات متشوحه، كل خلاص حكايه القلي دي عايزين نخلص منها. وسلطه معاها. طيب انا بقى قاعد على السفره، انت عارفه احنا بنبقى ايه، الاكل مش بنعمله طول السنه، بنعمله بقى وسمبوسه ماشي. انا مش بقول لك ما تاكلش، بس اقسمه. انا اكلت كده، قمت صليت المغرب وصليت العشاء والتراويح، كان نفسي في سمبوكسايه وكوبيبايه ومع علبه زبادي الساعه 12. مش هتخسر معاك في حاجه، ويبقى اسمك برضو ايه، خدت وجبه، خدت اللي نفسك كان فيه. وبعدين باجي اجي مش حرمان، احنا مفيش حرمان، بنقلل الكميه وطريقه الطهي. حكايه الحرمان دي، البورشن سايز ده مهم قوي. يعني ايه؟ هو انا قلت لك ما تاكلش حلويات، بس توقيتها امتى؟ انت لما تاكل، هو الناس اللي بتيجي تقول لك خسسني عشان كرشي، نزل لي كرشي، هو الكرش ده مش لوحده. هو ليه كرشي يتكون؟ عشان حته فيزيولوجيه. انت بتاكل نشويات كتير، بتحب النشويات، ده اول سؤال. نشوياتك كتير، الجسم مش هيسكت، فبيشيل السكر كله دهون على البطن. اول انت ما تقلل النشويات بتاعتك، وقصه النشويات تقلل يعني مش تمنع، ما تخشش في النظام الغذائي الغير صحي اللي يقول لك ايه، امنع النشويات والسكر خالص. انا ما قلتش كده، اعتدل. اعتدل يعني ايه؟ اعتدل يعني هناكل رز ما ناكلش عيش. عايز لو هحط النشويات ورا بعض، عندي رز وعيش وبطاطس ومكرونه ترتيبهم ايه؟ احسن حاجه فيهم البطاطس،
وبتشوفي انت الطرق بقى في التغذيه. اعمل بطاطس ويدج وحطيها في الفرن بلاش مقليه، وكل البطاطس بارده مش سخنه. كفته البطاطس لما البطاطس انت بتعمل حاجات جميله قوي. البطاطس البارده فيها حاجة اسمها النشا المقاوم لارتفاع مستوى السكر، يعني ما تاكلي مشد بطاطس ساقعة غير ما تاكليها سخن. يا بتفرق بتفرق. ايه بقى الأحسن؟ الأحسن الساقعة، لأن دي بتخليكي مستويات السكر ما تعلاش. وبعد كده تقللي، تاخدي مثلا، خدتي مثلا عايزة بتحبي العيش خليه بقى للسحور كده، عشان انت بتحبي تاكليه مع الفول والجبنة. وخلي وقلل الكمية بتاعت العيش. والله في ناس عادية من غير دكاترة بيعملوا الكلام اللي احنا بنقول عليه ده وبيقدروا يخسوا. صحيح. طيب دكتور جيهان، طبعا احنا قلنا هو بنأكد احنا عندنا 40% سمنة و30% بيشاوروا عقلهم على مشارف. لا هم دخلوا عاوزين بقى نقول اخطر حاجة بتخنا في رمضان او بتضرنا في رمضان وبناكلها في رمضان ايه؟ السكريات باطلاق. أول السكريات. حاجة السكريات. توقيت السكريات مهم قوي، والترتيب. أول حاجة خضر أو أول حاجة بتضرنا السكريات اللي هي إيه؟ الكنافة والقطايف. أنا ما قلتلكش ما تاكلش، بس إمتى والعدد؟ هي واحدة، هما 12 قطايفاية يعني هي واحدة يعني هي واحدة ومعاها مهم يعني. زبادي دايما نقول إيه لما تاكلي حاجة معاها ما فيهاش سكريات بتقلل من ارتفاعات. وإحنا ليه قلقانة من السكريات؟ بتخش على الجسم تقول لي الإنسولين يطلع لي بسرعة. أول ما طلع الإنسولين شال كل السكر ده دهون في البطن. خزنه الحلويات معاها كان جعان. معلقة زبادي. زبادي لبن. الفكرة أنا يا دكتور ببساطة هو كان جعان 16 ساعة. لما اجي اخد الخشاف او العصير اول حاجة بيتخزن على طول على طول يا فندم. وبعدين هقول لك حاجة، الكميات بلاش كوباية، خليها كوباية اصغر او بعد الاكل بساعتين احنا كل اللي موجود في البيت ممكن تاكله بترتيب وبكميات معقولة.